عينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه الماضي مهما يقولوا عدى مستمر ما سابش حد تعال يا استاذ اتفضل مراتك عندك اهي تقول لها كل اللي في قلبك بس بحب وحنيه وهي تقول لك كل اللي عندها وانت تسمع يلا يا منير يلا حبيبتي يلا نشوف لنا حته ندلع فيها نفسنا قومي طب مش لما نطمن عليهم الاول انت ما صدقتي ولا ايه ده الوقت اللي محدش لازم يتدخل بينهم هما يصطفلوا مع بعض يلا 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 طيب طيب مستعجل على ايه وانتي بقولك ايه يا حبيبتي انتوا تتفاهموا مع بعض ما تخرجوش من هنا يا اما منفصلين يا اما متفقين عشان تريحونا وتريحوا نفسكوا يلا باي يلا باي يلا يلا يا منيره يلا يلا حبيبتي يلا Thank you.
ندى ندى، انا نازله يا ندى، عايزه حاجه؟ لا يا ماما ميرسي. بس حضرتك رايحه فين؟ عندي شويه مشاوير، لو جعتي الاكل في المطبخ عشان الشغاله مشيت. طب لو بابي سال؟ مش هيسال. باي. هاي طنط، ازيك؟ هاي. إيه ندى موجوده؟ اه موجوده. ندى كلمي. سوري يا حبيبتي عشان مستعجله. باي باي. ايه الفيس ده؟ انا جايه صالحك. تصالحيني بعد كل اللي عملتيه؟ انت هتمثلي، ما انت عارفه ان انا لما بتجنن ما بشوفش قدامي. اه ما الجنان ده ما بيطلعش الا عليا. بت انا جايه لك لحد البيت، هتتنكي هاخدك علقه زي الاولانيه، وطنط هي نزلت اهو، ولا حد شاف ولا حد هيحوش. مجنونه. نمشي. بقول لك ايه؟ ما تحكي لي شويه على الواد المذيع بتاعك ده، يمكن علقه منك ولا حاجه. اه عشان اموتك. لا يا اللي انت فاكره عمرو دياب، احكي وانت ساكته. مخبيه ايه تاني يا رحمه؟ انا عمري ما تعمدت اخبي عنك اي حاجه. امال اللي حصل ده تسميه ايه؟ انت اللي خليتني اعمل كده. انا؟ ايوه انت. هو انا اللي قلت لك تحرميني اكون اب؟ زي ما حرمتني ان انا ابقى زوجه. انا؟ ايوه انت. بعد كل اللي عملتهولك ده انت مش عارفه بحبك قد ايه. جواز مش حب وبس. امال ايه؟ ممكن تفهميني؟ الحب بيتبني على الاحساس، والجواز بيتبني على الثقه. الاحساس ممكن يضعف يقل نصحيه بمشاعرنا، انما الثقه لو اتهزت مفيش حاجه ممكن تغير. مش معنى ان انا غلطت معاكي مره يبقى انا ما بثقش فيكي. انا ما عملتش حاجه تخليك ما تثقش. مال ايه حكايه الثقه اللي اتهزت؟ ثقتي انا فيك، ثقتي في قوه ارادتك، في ثباتك كراجل يقدر يحل الامور من غير ما يجرح. انا عمري ما قصدت اجرحك. هو في جرح يقتل الست اكتر من الشك فيها؟ الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلص خلاص. لا ما خلصش. انت عايزه مني ايه بالظبط؟ فهميني. عايزه اطهرك من الذنوب اللي انت عشتها. الذنوب؟ انت اله. انا لا اله ولا نبي، انا مجرد واحده بتحبك. الست وهي مجروحه ما تعرفش هي بتعمل ايه، ولا بتقدر نتيجه اللي بتعمله. قبل ما تلومني لوم نفسك على الجرح اللي سببته لي. Thank you.
دايما تفاجئيني وتعمل اللي مش على البال. حسيت اني زودتها معك، قلت اصالحك. وانا فكرت في اللي انت قلتيه، وعندك حق في كلام كتير، لكن مش وقت كلام ولا عتاب. الليله ليله حب. بتحبيني يا رحمه؟ اللي بيلف العالم كله عشان مزاد على تحفة عجباه أكيد بيعرف يحس بالحب الحقيقي والحب اللي كده وكده، صح؟ بموت في ضحكتك. ما بتطلعش من قلبي غير معك. بتحبني؟ بحبك. بس قلتها؟ عمري ما حسيتها قبلك. لأول مرة هسألك، قلتها كم مرة قبل كده؟ احنا هنبوظ السهرة ولا ايه؟ أنا مش عارفة ازاي البني آدم ممكن يقول كلمة بحبك وهو مش حاسسها. تعرف كلمة زي دي ممكن تعمل ايه في أي واحدة ست؟ هتخليها تدفع حياتها قصادها. كويسين، ايه اللي حصل؟ يديكي ساعة. احضني يا ادم. دخلتيش ليه؟ ولا ناوية تزوغي زي كل مرة؟ معلقين ورقة اني ما ادخلش الا بوليا. ما انا عرفت انهم كمان معلقين ورقة ليا، عاملين لي خصم. شفتها. طب بقول لك ايه؟ ما دام انت ما جبتيش ولي امرك وانا اتخصم لي خلاص، تيجي نزوغ سوا؟ نعم. سلمى، عايزة اتكلم معاكي شوية، ممكن؟ يلا؟ يلا، اتفضلي. ادخل. صباح الورد يا ورد. صباح الجمال. مين اللي جابه ده؟ والله ما اعرفش، بس في كارت اهو. طب شكرا. مش عارفه ليه حسيت اني عايزه اعمل كده. بحبك رحمة. ادخل. صفية محمود هو ولي امرها يا فندم. خليهم يتفضلوا. اتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا سيادة المديرة؟ بعتوا لي ليه؟ صفية عملت حاجة؟ غريبة. الغريبة في كده سيادتك؟ أنت اتحجبتي إمتى يا صفية؟ جبتي امتى؟ يعني دي اول مره تشوفيها بالحجاب؟ Thank you.
انت بتدوري ورايا ليه؟ حاسه انك محتاجه لحد يقف جنبك. اه بس انا مش محتاجه حد ومش عايزه حد. ليه قلتي لي ان مامتك وباباكي ميتين؟ على فكره انا ما بحبش حد يتدخل في حياتي بالمنظر ده. طب باباكي ومامتك ليه اعتبرتي ان مامتك ميته بالنسبه لي؟ على الاقل انا حره. سلمى ممكن تعتبريني صديقه ليكي؟ لا احنا ما ينفعش نبقى كده. حبيبتي انا عارفه اللي شفتيه ده حاجه بشعه جدا. بس انا ماشيه. استني يا سلمى انا مش بفرض نفسي عليكي، بس صدقيني من يوم ما شفتك وانا حاسه كل اللي انت فيه ده وراه حاجه كبيره. اديني فرصه ان احنا نصلح سوا الحاجات اللي باظت. نصلح وباظت؟ مش كل اللي بيبوظ بينفع يتصلح. اخبار سلمى استني. أنا آسف بس يعني بعد إذنك ممكن أوصل الحاجات دي لمدام رحمة؟ مدام رحمة مش موجودة. إيه خرجت؟ لا ما جاتش النهاردة أساسا. ما جاتش؟ أيوه وهي اسمها أصلا مكتوب في دفتر الخصومات بسبب الغياب كتير والنهاردة كمان غياب. شكرا. بعد إذنك أفندم. يا ترى مدام رحمة كانت هنا؟ أيوة كانت بتلعب من شوية مع كابتن. كابتن حسين؟ أيوة. ما تعرفش راحوا فين؟ لا والله بس هما مشوا مع بعض، حتى الكابتن كان عنده تمرينات تانية ولغاها فجأة. شكرا. بتعمل ايه يعني؟ المراقبة رايز زي ما سيادتك أمرت. مراقبة ايه؟ اسماعيل الدكش. ماله يا ابني في ايه؟ أنا مفكر سيادتك جاي على الخبر. خبر ايه؟ ما تتكلم. بص كده يا ريس. Thank you.
واضح اني جيت بدري زياده عن اللزوم. معلش يا كابتن تعبتك معايا. معلش. لا ابدا، تحت امرك يا مدام رحمه. بس يعني انا كنت عايز اعرف الراجل ده مين وايه حكايته. لا سيبك منه، دي حسابات قديمه كده. على العموم يعني انا تحت امرك لو عاوزتيني في اي حاجه. لو عايز تكمل جميلك يا ريت ما حدش يعرف اللي حصل. ماشي. ميرسي. اشوفك بخير ان شاء الله. باي باي. ميرسي. اطلع وراه. حاضر يا ريس. وبلغني. حاضر يا ريس. حسين صباح الخير، ازيك يا مستر ادم؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. يا ترى شفت مدام رحمه؟ مدام رحمه كانت هنا من شويه واتمرنت ومشيت. هو في حاجه يا مستر ادم؟ يعني في مشكله ولا حاجه؟ لا. ليه؟ لا انا بس شايفك يعني قلقان. على العموم انا اسف. بعد اذنك. اتفضل. شكرا. ادم ادم يا بابا، ايه اللي جابكوا بدري كده؟ ده العادي بتاعنا. انت ايه اللي جابك انت؟ انا كنت قريب قلت عدي. يعني مالك يا حبيبي، وشك مش طبيعي كده ليه؟ ابدا يا ماما مفيش حاجه، انا يمكن بس ما نمتش كويس. يا رحمه في المدرسه؟ ما اعرفش بصراحه، ما كلمتهاش. في ايه يا ابني مالك؟ يا بابا مفيش حاجه، عندي مواعيد بس ولازم امشي. عن اذنكم. اتفضل يا حبيبي. ابنك مش طبيعي خالص، شكلهم اتخانقوا تاني. بقول لك ايه، انت عايز رايي ايه؟ الجوازه دي مش هتعمر. ما ده اللي قلقني. سيبك منهم، خلينا احنا في جونا. تعالي تعالي. معلش اتأخرت عليك شوية. اتفضل. أنا اللي آسف إني جيت لك كده من غير ميعاد. بس بصراحة أنا حاسس إن الكلام بينا لسه ما انتهاش. من فضلك يا دكتور، أنا مش عايزة أدخل في حوارات. ما هو ما ينفعش أسيبك واخدة عني فكرة زي دي. أنت عرفت طريقي منين؟ اللي يسأل. يعني ما كانش في داعي للتعب ده. واضح إن وجودي مش مرغوب فيه. ما أقصدش طبعًا. بس اصلا انا حقيقي مش عايزه اتكلم في اي حاجه من اللي انت جاي تتكلم فيها. اولا انا الدكتور بتاعك، يعني من واجبي اني اجي اطمن عليكي بصفتي المسؤوله عن حالتك. انا بقيت كويسه قوي الحمد لله. اتمنى. ما شربتش قهوتك. ميرسي. ده الاتيليه بتاعك؟ انت عايشه هنا؟ ايوه. يعني ده الاتيليه والبيت؟ ايوه. شايفها غريبه؟ يعني غريبه فعلا شويه. ايه الغريب فيها؟ بيت حقيقي بعيد عن الشغل، يعني ونس، عيلة، أمان، استقرار. هو أنت دكتور أمراض نساء ولا أمراض نفسية؟ أنا مش بكلمك بصفتي دكتور. أمال بصفتك إيه؟ ولا حاجة، أنا فعلا كنت جاي أعتذرلك وأطمن عليكي. أنت زعل؟ لا أبدا، ده الكارت بتاعي، لو حبيت تتكلمي معايا في اي وقت انا تحت امرك. انا بس اتاخرت لازم اروح المستشفى. ميرسي على السؤال. فرصه سعيده قوي، واسف مره ثانيه اني جيت لك من غير ميعاد. مع السلامه.
الو، معقول تخرجي ما تقولي ليش؟ انت فين؟ في الاتليه؟ طيب بصي، ربع ساعه واجي لك عشان اطمن عليك. لا ما روحتش، حاب احكي لك بعدين. يلا باي باي. باي. انا شايفهم بعيني، هي والمدرب والدكش. مدرب مين ودكش مين؟ مين دول يا عم انت؟ مدرب التنس اللي اسمه حسين، والدكش ده بتاع نمرة التليفون اللي بتبعت لي رسائل. لا أنا مش فاهم حاجة خالص. أنا بقى فاهم كل حاجة. طب ممكن بالراحة كده وتفهمني معاك عشان نعرف نفكر مع بعض؟ يا رزق. ايوه يا ريس. الهانم جت عند الاتليه بتاع صاحبتها، بس عملت حاجه غريبه قوي يا ريس. لفت كام لفه كده بالعربيه وعملت كام مكالمه. انا كنت بفكر ان هي هتخرج لها بره، بس هي ركنت وهي دلوقتي دخلت لها جوه يا ريس. حاضر حاضر، تحت امر ما عليك يا ريس، تحت امر ما عليك. مع السلامه يا ريس. مع السلامه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طمنيني، عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله. كده برضو زعلانة مني. تخرجي من المستشفى وما تكلمينيش؟ طب كنت اوصلك يعني. انا ما صدقت اخلع، ماليش في جو المستشفيات ده. حاسة انك احسن؟ لا. انت مش المفروض تيجي في المدرسة ولا ايه؟ رحت لقيتهم عاملينني خصم ومعلقينه على الباب، قفلت. طلعت على النادي اتمرن. افيد، مش الكابتن برضو بيبقى في النادي؟ كده بقى انا اطمنت عليكي، انت كده خفيتي. اشربي معايا قهوه. اشرب. انت بقيتي تشربي بالاثنين؟ يعني لما اشوفهم مع بعض وهو ينكر يبقى ده معناته ايه؟ لا، واقفين مع مين؟ الاثنين واقفين مع الراجل اللي قلب حياتي، يبقى ده معنته ايه؟ طب هات سيجارتها. الموضوع ده كله على بعضه كده مش راكب على فكره. ازاي؟ ده راكب ومظبوط على الاخر. راكب ازاي ان شاء الله؟ الدكش قفش اللي قفشه وما ادانيش اي معلومه، وبالمعلومه دي راح يساومهم عليها. والمقابلة دي أكبر دليل. طب ويقابلوه في النادي ليه؟ ما يقابلوه في أي حتة تانية بره. عشان المدام المفروض تبقى في المدرسة دلوقتي، وأنا نايم ومش دريان بأي حاجة. برضه مش لوجيك على فكرة. الاتنين معروفين في النادي، وأي حد ممكن يشوفهم ممكن يجي يقول لك. بلس إن باباك ومامتك كل يوم والتاني قاعدين في النادي. الموضوع ده فيه سر. شريف، أنا تعبت من الأسرار. تعبت من الألغاز اللي عايش فيها طول الوقت. أنا هتجنن يا شريف، هتجنن. الموضوع ده ملوش غير حل واحد. حل إيه؟ إحنا ما عندناش غير سريبكو ده بس. طيب خد خلص الأوردر ده بتاع ترابيزة 7. ملهاش غير حل واحد. حل إيه؟ أضرب لهم ورقة طب إن أنت تعيان. طب وأنا أعمل إيه؟ هتعملي إيه يعني؟ هتجيبي ابوكي وامك وتاخدي لك كلمتين وتخلصي، انما انا تعبانه وانا بصراحه مش عايزه ابهدلها يعني. بابا وماما ايه يا سامي؟ هو حد فيهم فاضيلي؟ لو قلت لبابا هيقول انا مش فاضي روحي لماما، لو قلت لماما هتمسكها لي زله سنه قدام، وانا اعصابي تعبت بصراحه. طب شدي لك نفس ده. ابعدي بتاع ده ما بحبش ريحته. مش هتشاوري عليا. يا بنتي ابعدي. اضحكي. خلاص. ايه ده؟ انزل يلا. ايه ده؟ ايه الحته اللي انت جايبنا فيها دي؟ مش ده الحل بتاعك؟ خلينا نشوف اخرتها ايه. انا قلت لك نجيبه ونقرره. بس احنا في الحته دي هنتقرر احنا. انت بسمع الكلام، احنا كده هنتمرمط. انا عندي عيل عايز اربيه يا عم. يا عم خلاص سيبني، انا هروح لوحدي.
هاي القهوه اللي بيقعد عليها. ربنا يستر بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي يا باشا منور. اتفضل يا باشا محمد. كرسي يا محمد بسرعه. منور يا باشا. اهو خلاص مش مشكله اهو. اتفضل يا باشا. اتفضل باشا. احنا شفنا بعض قبل كده. افتكرت ساعه السهره اياها. صار دي ولا حاجه. اسمعني، هو سؤال واحد هسألهولك، لو هترد عليه أنا جاهز أدفع لك اللي أنت عايزه. ده كلام يفتح النفس. اسمع السؤال. مراتي كانت عايزة منك إيه النهاردة قدام النادي؟ كسفنا من